صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الاحد 27 ايلول سبتمبر 2015. عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. اليوم طقس كثير حلو، يعني عندكم خيارات كثيره، فيكم تنزلوا على البحر لانه بلشنا نودع شوي شوي موسم البحر والصيفيه، فيكم تطلعوا على الجبل كمان لحتى تستمتعوا بهالطقس الحلو والبرودات اللي بيكونوا موجودين بالجبال، وفيكم كمان قد ما قاعدين بالبيت تحضروا عالم صباح لحتى اكيد تحضروا فقراتنا. دائما بنقول لكم اذا كنتوا برات البيت فيكم تحضرونا على الاونلاين على اللايف ستريم على futuretvnetwork.com، وايضا فيكم انتم تتشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على انستغرام وعلى تويتر وتشاركونا بافكاركم. ايضا دائما بنذكركم برقمنا على الواتساب الخاص بالصور والفيديوز الخاصين فيكم لحتى انتم كمان تكونوا جزء من عالم صباح، مش بس تحسوا حالكم فيكم تحضرونا، نحن كمان بنصير بنحضركم انتم قاعدين ببيوتكم. اليوم معنا مش شيف عبد الله واحد اثنين، شيف عبد الله رح يخبرونا عن اطباق حلوه رح يكونوا موجودين معنا بعالم الصباح لليوم، وحلويات بمعظمها، انما ايضا عندنا اليوم طبق بيروتي كثير هيك حقيقي اذا فينا نقول او تراثي من مدينه بيروت حبيبه قلب الكل، ورح يعرفونا عنه اكثر. شيف عبد الله خضر وشيف عبد الله مكاري، صباح الخير. صباح الخير لك غيدا وجميع المشاهدين. يعني نحن انت ما لقيت التعبير المضبوط على قوله عبد الله مكاري، هو اسمه طبق بيروتي اصيل، حلويات اصيله. شفت؟ اليوم نحن بغض النظر شو حنعمل، اضطرينا اليوم نحن استثنائيا نبلش عنا اليوم لانه بتعرفوا المفتقه مكوناتها كثير سهله، بس ستيبس تاعولها بدهم وقت وفي حرك، فنحن اللي حنعمله هلا شاف حاطين نحن هون اذا بتاخذ الكاميرا حاطين المي وحاطين العقد الصفرا، غلينا لفتره 10 دقائق ربع ساعه، وهلا بدنا نضيف الرز. نحن اليوم مستعملين رز ايطالي حنضيف الرز منقوع قبل بنهار مثل ما عم بيقول الشيف، كان برات البرات بنقعوه بمي، حنضيف الرز هلا. تفضل، بس لتغلي المي بس بلش، بس مجرد ما غليت المي عنا مع العقد الصفرا حنضيف الرز مثل ما كنا عم نقول منقوع قبل بنهار. مثل ما شايفين نحن اليوم عم نستعمل حل نحاس، فيكم تعملوها بالبيت انتم بتفال. نحن لهون حنكتفي معكم، حنحرك الرز وبنشوف بتاني ستاب شو صار، وبنحكي شوي مع الشيف عبد الله كيف ستابس بدها تصير عنا. نرجع لعند غيدا ولعندكم مشاهدينا. شكرا شيف، اكيد اليوم رح نتابع هالمحطات لانه مثل ما قلت يعني رح نضل رايحين جايين لعندك، رح نضل نحرق باستوديو لحتى نشوف كيف الحرك عم بيصير مع المفتقه اليوم بالحلويات، وايضا حلويات اخرى رح تحضروا لنا اياهم اليوم باستوديو عالم الصباح. بدايه عالم الصباح بتكون مثل العاده مع فقراتنا لليوم والبريفيو لليوم. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، فيديوز خاصة بالمشاهدين مع جون على يوتيوب، نتعرف على ألبوم ناجي القصة الجديد مع جون بعغير موجي، ضيوفنا بيعرفونا على اليوم العالمي لكبار السن، موهبة العزف على الجيتار مع جون وضيفه بجيل توب، ورشة ملح مع الشيف عبد الله على المفتقة. وبداية عالم صباح ما بتكمل أكيد من دون كارمن والأبراج. صباحكم بالخير، يوم الأحد 27 أيلول سبتمبر، يوم القمر مرافقنا من برج مائي برج الحوت والأجواء جيدة جدا بعدها للأبراج المائية موالي برج الحوت، موالي برج السرطان وموالي برج العقرب. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج برج الحمل، بعدها الأجواء صعبة عند مولود برج الحمل، من تأخير، من خيبة أمل، يمكن حتى من بعض المشاكل. حاول مولود برج الحمل تبعد عن المشاكل سفر سنة وما تحط حالك بأجواء صعبة فيها توتر، فيها مشاحنات، فيها خناقات. وبيبقى المولود الأكثر تعبا اليوم هو مولود شهر نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور نهار جيد لحتى تحط ايدك بايد الناس، بايد غيرك، يعني ان كان اصحاب، ان كان جهة بتطلب منك انك انت تنضم لهم، نهار حلو لحتى فعلا انت تتفاعل مع الاخرين. المجموعة افضل من انك تشتغل لحالك، وبيبقى المولود الاكثر حظا 30 نيسان ابريل 1/2 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء حاول انه ما تشوه سمعتك، الجو اليوم بيطلب منك انك تفعل الامور يلي انت بتعرفها، المعطيات الكفاءات اللي عندك اياها تفعلها بطريقة بناءة وايجابية، حاول تعطي، حاول تنجح، حاول تقنع الاخر بمهارتك وباختصاصك، وبيبقى المولود الانشط والاوفر حظا اليوم هو مولود شهر ايار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان نهار حلو لأنه بيسمح لمولود برج السرطان أنه يطلق العنان لمخيلته لقدرته الإبداعية لحتى نوعا ما يكون
او خلينا نقول انه يتميز شوي بادائه عن غيره، في نفحه او في نكهه اليوم حلوه حالمه فينا نقول او عاطفيه رومانسيه عيد مولود برج السرطان. جميع الاحوال هذا النهار بيحمل حظوظ، لكن انتبهوا من المعاكسات اذا كنتوا من مواليد 5 و 6 تموز يوليو. مكمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد ضروري اليوم مولود برج الاسد يكون حاضر، اذا منك حاضر بده يكون شخص قوي وبده يكون شخص قبضاي موجود حولك او هو اللي عم بيساعدك بالاوراق المعاملات الى اخره. بكره افضل بكثير من اليوم، ضروري انه اليوم تكون عم بتمهد للنجاح يلي بدك توصل له في اليومين المقبلين. بيبقى المولود يلي لازم ينتبه من المشاكل من المجازفات كليا 21 22 اب اغسطس. ننتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء حاول ما تمشكلها، حاول تطول بالك، حاول تتفهم الاخر وجهه نظره يلي هي مختلفه عن وجهه نظرك، يمكن حدا بيستفزك بكلمه بملاحظه يمكن حتى بمسحه، حاول انه ما تعطيها كل الاهميه. الاكثر حظا 2 ل 4 ايلول سبتمبر. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان كون قد حالك، حاول انه من الصبح تخلص شغلك، ما تترك شيء لاخر تكي لانه بعدين ما بتعود تلحق تتوتر وبتصير تعمل مشاكل. اذا نظم وقتك، اشتغل على الوقت، خلي عينك على الساعه وحاول تخلص اليوم الاعمال الصعبه، ما تاجل. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي 23 24 سبتمبر. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب نهار جيد لحتى تكون موجود ضمن دائرة صغيرة حلوة بتحن عليك بتعطف عليك بتخليك تشعر بالثقة بالنفس، بتخليك تشعر انه في حدا حدك. الجو العام مثل ما قلت لك امبارح ضعيف حتى تقريبا 21 22 اكتوبر، فانت بحاجة لكل لحظة حلوة فيها حظ لتستفيد منها وتشحن ذاتك بطاقة ايجابية مثل اليوم. اذا مختلف مع حدا اصحاب اصدقاء بالمجتمع عائلة اليوم نهار مناسب لذلك. الأوفر حظا 2 ل 5 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس الجو اليوم مشربك شوي، لكن الجو مش بالضرورة يكون سلبي، فقط يمكن أنت معجوق أو عاجق حالك أو عاجقينك، بتحس إنه أحد أفراد العائلة أو مسألة شخصية هي يلي ما عم تخليك تركز منيح، أفكارك مشتتة، طاقاتك مشتتة، مطلوب إنك تقعد تفكر على رواق شو لازم تعمل، تسأل حدا من العائلة مثلا أو حدا بتوثق فيه وما بتشوف إن الأمور مشيت منها لحالها. ما تنزع الفرص خاصة إنه بكره وبعد بكره الأجواء جيدة جدا. بيبقى المولود الأوفر حظا مولود 13 ل 17 كانون الأول ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي مثل ما قلت لك امبارح بعده الجو مناسب جدا لحتى تقترح امور افكار، وضحها، كل فكره بتطرحها كل جواب بتعطيه لازم يكون واضح تفاديا لحصول اي التباس. الجو اليوم مهم جدا للامتحانات وللقاءات، فحاول ما تلغيهم لانه عندك سرعه خاطر، عندك سرعه بديهه بتساعدك. 1 و2 كانون الثاني يناير الاكثر حظا. بنكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو أنت اليوم شخص فائز ربحان، عندك مكاسب، في معنويات، في معطيات كتير حلوة تدفعك إلى الأمام. أنت شخص بتقدر تتميز، بتقدر تكون فعلا مختلف عن غيرك بطريقة إيجابية. بعتبر هذا النهار من الأيام المناسبة للأبحاث، للمفاوضات، وأيضا حتى يمكن إذا حابب أنك تدخل بأخذ وعطاء مع أحد الأشخاص. 10 ل 14 شباط فبراير الأكثر حظا. منكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت حان الوقت لحتى أنت تكون موضح الأمور قدامك، المستقبل قدامك واضح، على الأقل المستقبل القريب. حان الوقت لحتى تنتقل إلى خطوة أعلى وأكبر بغض النظر عن عمرك، صفحة جديدة ناطرتك وكأنك هلأ صرت أنت أنضج وأكبر وأوعى. بيبقى المولود الأكثر حظا 1 2 و3 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم عمل جديد، مسؤولية جديدة، أمور صحية بتنتبه لها، بتشتغل عليها، بتتقدم
بتكبر وبتوعى وبتصير شخص فعلا عندك كفاءات أكثر. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا كارمن، متابعين معكم بفقرات عالم صباح بعد لحظات. وسؤال اليوم على الفيسبوك هو اذا كان عندكم المجال انه تكتبوا العنوان بالصفحه الاولى للجريده شو بيكون هالعنوان. رح نبلش نقرا بتعليقاتكم بعد الفاصل اكيد لما نتوقف للحظات قليله، ومن بعدها جون كمان رح يكون معنا على يوتيوب. خليكم معنا.